عبد الله جه هنا؟ ايوه. وكلم فوزية؟ بس ايه، هي ما خلتلوش. ايه احسن. ايوه، وانت عملت ايه؟ والله انا قلت له اللي عايزه هديه له. ايه اهدي امال يا جبريه، اهدي. انا قلت له لو عايز اي حاجه بس سلف نكتب بيها ورق، والطريقه اللي انا اقول عليها يدفع بيها، ولا اني مش مقتنع بالحكايه اللي قالها لي. طبعا معلوم. اها، كل ده تدابير العقربه كريمه، مش هتهمد الا لما تاخد كل اللي هي عايزاه. ده لما تشوف حاله مت ودنها. ريحت قلبي يا اخويا، الحمد لله. عشيك عاد. اي والله جعان يا جبريه. هعمل لك حته واكله تجننك. سد لحالك. انا بقول البلد منور عليه. الكبير وصل. الحمد لله على السلام يا ابوي. الله يسلمك مروان. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. عرفت ان عمي جه؟ اه. عرفت عايز ايه كمان؟ ايه عرفت. قول لي يا ابوي هتعمل ايه؟ مالكش صالح باللي بيني وبين اخوي. يا ابوي عمي محتاج، لازم نساعده، وده هيقربكم من بعض. للدرجة دي بتحب عمك؟ ايوه بحبه يا ابوي. طب شوف بقى اللي هقول لك عليه، عشان تعرف ان ابوك عمره ما كان ندل مع عمك، واني عملت له كل حاجه هو عايزها. عمك هو السبب في موت جدك. ايوه، جدك اللي كان عايز يشيل عين من عينيه ويديها لعبد الله عشان يبقى مبسوط. اتجوز كريمه، خدته عشان يعيشوا في مصر، قال له بلاش يا ولدي اقعد معانا، لكن هو سابنا. قال له لو مشيت مش هتعاود تاني، ومشي. دي حكايه قديمه قوي يا ابوي. احنا عباره عن ايام بتعدي، واللي بتعمله في حياتك هو اللي بيبقى لك. يا ابوي انا بقول لك عمي محتاج، ولازم نقف جنبه، لازم نقف جنبه يا ابوي. قال لك انه صادق؟ انا متاكد انه مش كذاب. حتى لو ما كانش كذاب، تاخد بالك هو جه متى؟ خبط على الباب متى؟ لما حس انه محتاج، لما حس انه وجع وعايزنا، ما جاش عشان يسال ولا يطمن. واحنا كمان لا كنا بنسال عليهم ولا مفكرين فيهم كمان. حتى لما كنت اتدلى مصر وافوت عليه، احس عيونه عايزه تتكلم، تتمنى انك ترفع سماعه التليفون عليه وتقول له تعال، ده اخوك يا ابوي. ما جاش ندمان على اللي حصل، على موت جدك. انت طيب يا مروان، هقول لك حاجه حكمه ويعرفها، اللي يصعب عليك يفقدك. فاهم؟ ايه صعبان عليك يا عبد الله قوي. طلع لي سد الحنك فوق. حاضر. خبر ايه يا مروان؟ مش ده عمي ولا ايه يما؟ حسك عينك اسمعك نوبه تانيه بتقول لابوك اديله مالم، فاهم ولا لا؟ كريمه دي نفسها ومن عينها، هتشوفنا مش لاقيين ناكل عشان تؤمر وتتأمر علينا. دول بنات عمنا، يعني لحمنا ودمنا يما. ومالك قلبك رهيف عليهم قديه؟ ده احنا يا دوب كنا بنشوفهم. انا الحال ده مش عاجبني. ان شاء الله ما عجبك. اسمع كلام ابوك وخليك طوع، يا اما تن والله يا مروان اكسر دماغك. ألو. وحشني، زعلت قوي
لما مشيت وسبتك. على فكرة انت لازم تشوف لك حل. انا مش عارفة، انا انت شاغل بالي بزيادة. انا عمري ما حسيت ان انا بحبك قوي كده. مروان ما تخافش، سيب نفسك، ما تقعدش تحاسبها. في حاجات لو قعدت تفكر فيها هتلاقيها راحت منك وما عادش ليها طعم. ما تقعدش تفكر بكرة في ايه ولا هتعمل ايه، فكر بس ان احنا نبقوا مع بعض مبسوطين حتى ولو ليوم واحد. انا عمري ما خفت يا فريدة، ولا حسبتها زي ما انت حسبها، بس لازم تعرفي انا عمري ما ظلمت حد. انا هقول لك الحقيقه يا فريد، انت في بالي، في بالي من زمان قوي، بس انا مش من الرجاله اللي يجروا ورا الحريم. لا مش انا، بس لما اتاكد من قلبي وابقى متاكد اني هكمل مع اللي حبيته، اديه عمري يا فريده، اديه عمري. يا لهوي بالي عليك، الكلام ده طب ما انت بتقوله اهو. تصدق وقعت قلبي. بقول لك انت لازم تشوف لك حل. انا مش هسيبك، انا خلاص حطيتك في دماغي، وانت ما تعرفش فريدة لما تحط حد في دماغها بتعمل ايه. اشوفك ميتة. لا لا لا، انا لو علي اشوفك دلوقت وتيجي وانت عارف انا عايزة ايه. انت فاهم. سلام. تيجى مستعجل في الفجرية وديك بخدة وكوكوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله. يا نهار اسود، انت عايز ست جبرية تسود عيش وتعملي فضيحة؟ مش فاضية، قاعدة مع فوزية بيفكروا ازاي يدمروا العالم. على مين اللي هيدمروه؟ دي هتدمرنا انا. طب وانا عايش كيف؟ بقول لك ايه، خلاص انت واخدها حلوه نفس الوانه ولا ايه؟ لا هي روحي، انت لازم تقول لاخره اللي احنا فيه ده ايه. انت بنت بايخه وبتعاكني المزاج على فكره. وانت مش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر كيف وانت موجوده؟ نتجوز. وماله؟ صحي حسن؟ اه صح. طب لعلمك انا كنت بفكر في كده، كنت جاي اتفق معاكي، بس انت بتكفليني. صحي حسن. صحي حسن.